أولا نقدم الشكر للدولة الجزائرية والشعب الجزائري على حضور هذه المباراة. ثاني شيء، رغم النتيجة نحن جئنا نمثل هذا المنتخب، والنتيجة النهائية لا تهمنا. ما يهمنا هو تكوين منتخب صحراوي، وهذه المباراة ستبقى تاريخية رغم نتيجتها. خوض مباراة كرة القدم بملعب نيلسون مانديلا مع حضور جماهيري وفريق شغوف يريد إظهار إمكانياته هو المستوى العالي. لقد سمحت لنا هذه المباراة بإشراك بعض اللاعبين وإعطائهم فرصة اللعب.